بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل موضوع الركن بعد أن وضحنا الخصائص المطلوبة اللي يجب أن تتوفر بالركن لغرض استخدامه في الخلطة الأسفلتية الخرسانية. نأخذ الجزء الثاني من المحاضرة المتمثل بالتدرجات المطلوبة للركن وكيفية اختيارها. نبدأ بمثال آخر بسيط اللي هو عبارة عن ثلاث أقداس ستوك A و B و C، وأيضا تلاحظون خشن هنا ناعم وهنا مائل للفلة الشيء اللي، وهذه هي المواصفة. أول خطوة طلاب، أول خطوة تسووها هو تطلعوا المنتصف المواصفة. مثل ما ذكرنا أول خطوة نسويها هو نستخرج منتصف المواصفة. هذه 100 تنزل مثل ما هي من 70 إلى 85، تطلع لنا 77.5، وهكذا بالنسبة للبقية. ناخذ منتصف المواصفة ونثبتها يمنا حتى نعرف إيش قدر شلون راح نتحرك وشنو المدى المطلوب من عندنا. ملاحظة طلاب، أي خانة تكون قبل الرقم 100 هي 100، يعني لما ما عندنا هنا السيف رقم نمبر 4 عابر من عنده بالنسبة لستوك بي عابر من عنده 100، فمعناه كل القيم اللي قبله هي 100 وهكذا. يعني مثلا بالنسبة للستوك او الكدس الثالث اللي هو سي، لاحظوا ان رقم 40 عابر 100%، فما معقول اذا الباقيات اللي قبله كلهن هن 100%. فأنا هنا ما سجلتها، وقد يجوز تجيكم مسجلات 100% منزلات أو ما منزلات. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى، في حالة ظهور صفر، بالنسبة في حالة ظهور صفر يعني إذا عند رقم منخل رقم 40 بالكدس الأول هنا بدل 5-0، معنى كل القيم اللاحقة اللي بعدها هي راح تكون قيمتها صفر. إذا هذه ملاحظة جدا مهمة. بالنسبة للعابر، أي شيء اللي عابر 100% اللي قبله كله 100%، وبالنسبة للعابر صفر اللي بعده كله 100 كله صفر. هاي ملاحظة تخلوها ببالكم. الشيء الثاني هو محاولة وخطأ، لكن لابد عندنا مفاتيح نتحرك بها، يعني مو قضية عشوائية. فالطلاب تتحركون على أساس أول منخل تباعون عليه هو منخل رقم 200، هذا منخل جدا حاكم، وهو راح يعطينا الفكرة ايش قد ناخذ بالضبط من المنخل الناعم حتى نعرف نتحرك به. وكذلك المنخل رقم 4. هسه خلينا نبدأ بمنخل رقم 200 وشو راح يفيدنا بتقدير النسبة. هنا أنا مثل ما تشوفون منخل رقم 200 أو الكدس 2% عابر، والكدس رقم بي مجرد 3%، لكن الكدس رقم سي 88%. المواصفة مالتي هي تقول من 5 إلى 10، يعني أقل شيء 5. زين، فأنا مبدئيا هذا عندي 88، على الأقل خلي نقول أحقق، والباقيات هنا فد أرقام بسيطة، فإذا أنا على الأقل خل أحقق 5% أو قريب من 5% بالنسبة للكدس سي، يعني لازم ما اخذ اكثر. يعني اذا اخذت الكدس رقم سي اخذت 10%، فمعناه راح يصير عندي قيمة الفيلر فقط للسي هو 8.8، اللي هي بدينا نتجه الى مواصفة الى الابر ليمت للمواصفة، وبعدني ما جامعة انا ويا لا الكدس بي ولا الكدس اي، فبالتالي 10% مرفوض. نبدأ نفكر نقول خلي نحقق ادنى قيمة ونضيف لها الكدس بي زائد سي. أقل قيمة هنا عندنا 88، فأقل شيء راح ناخذ 5%، 5% حتى أضربها في 88، فراح تطلع عندنا قيمة قريبة من 5، وأنا ببالي راح أضيف الكدس بي زائد سي، فإذا مبدئيا رقم مقبول. طبعا باعتبار إحنا تبنينا فكرة 5 و0، يعني ممكن ناخذها 6%، اي ممكن ناخذ، بس على هالاساس راح تتخربط الارقام الثانية، يعني ما راح يكون عندي صفر رقم نهايته صفر او 5. اذا هسه كل السي مبدئيا هو 5%.
نتحرك إلى المنخل رقم 4، قلنا اللي هو حاكم. نشوف المواصفة تريد من عندنا 47.5. أنا من كندسي حققت 5، لأن 5% قلنا أي قيمة قبل 100 هي 100، فخمسة هنا عندي 5 أنا فقط من كندسي. زين، أنا هنا عندي 100%، إذا أخذها 40 وهنا عندي 5 صار 45، وأنا بعدني ما جامعة ويا الكدس أي اللي هو، حتى إذا أريد أخذه 50 فأنا مطيني 10 فتجاوزت المواصفة. إذا مبدئيا هذا الكدس بي أنا لازم أخذه أقل من 40. ممكن نجربون 35 ونشوف، 35 ومنها 45، وهنا تحتم علي أخذ 35، عندي هنا النسبة صارت 40، فهذه راح تكون 60. 60% أيضا يعني نسبة عالية، أبدي أقلل أكثر، فبعد 35 راح أخذ 30، هنا عندي 30 وهنا عندي 5 صار 35، فهنا عندي 65%. أوكي، يعني بديت أتقرب من 47. فعلى هالأساس شوفوا لاحظوا استخرجنا قيمة نسبة السي، واستخرجنا نسبة البي ونسبة الاي. على هالأساس بعد اللي هو 5 مثل ما قلنا ب30 ب65، هاي عند الميد. هنا أنا أبدي أطبق المعادلة، احنا هنا قلنا 100 ف65.65 يعني في نسبة 100 زائد 0.3 في النسبة، هنا 100 زائد 0.05 في النسبة، هنا 100 راح تبقى عندنا 100، وهكذا نطبق المعادلة اللي هي 0.65 في 19 زائد 0.3 في 100 زائد 0.05 في 100 راح يكون عندنا القيمة 47. أوكي، ونكمل على مو يعني مو إلا تتطابق مع المد، لكن بالحدود المقبولة. هذه هي طريقة المحاولة والخطأ اللي هو مثال ثاني، يعني هذه الحركة اللي تتحركون بها تبدون تزودون وتقللون. أفضل أن تتحركون ضمن الخمسة والصفر، لكن مو معناها باقي الحلول هي خطأ، لا، وإنما هي تقدير، فأي قيمة تطلعوها ماكو مشكلة، لكن لازم تتطابق مع المواصفة وقريبة من منتصف المواصفة. هذه الملاحظة تخلوها ببالكم. نأخذ مثال ثالث واللي هو يتكون من كدس واحد فقط. هذا الكدس مثل ما تشوفونه المواصفة مالته موجودة، وهذه هي الناتشورال جريدنت التدرج الطبيعي. مبدئيا نباوع، شوف المنخل الأول المواصفة تقول 100 والعابر هو 100، ماكو مشكلة. المنخل الثاني اللي هو 3/4 المواصفة تقول المفروض العابر 100 لكن هو العابر 90، يعني اكو مادة خشنة متبقية. فاحنا ايش قلنا؟ اول شي نتخلص من الاوفر سايز. اتخلص من الاوفر سايز اشيل هذه العشرة اللي متبقية وارميها، اتخلص منها خارج، وابدي اعدل هذه النسبة من 90 احولها الى 100. لما ما تخلصت انا من الكميه الزايده من الخشن، ابدي لازم اعيد حساب ترتيب الباقي، بعد باعتبار احنا كنا 90 وتحولنا الى 100. هذه هي المواصفه قلنا. اول خطوه هو التخلص من الجزء الخشن اللي مثل ما هاي الخطوه ستيب الاولى. زين، ومن ثم بعدها راح نبدي نشوف ايش قد صارت عندنا الكمية. هنا أنا مثل ما اشتغلنا، اول شي كانت 90، 100 مثل ما هي تبقى، 90 حولناها الى 100، تخلصنا من الجزء الخشن المتبقي عندها، لكن لازم اعدل باقي النسب. كيف اعدل باقي النسب؟ هو كان 90 وصار 100، فاذا على اساس هذه النسبة 100/90، فأضرب 100/90 في 80، و100/90 في 60، و100/90
بالأربعين وصولا للآخر منخل هو رقم 200 أضربه في 100 وقسمه على 90. الكولوم الرقم 4 شوفوا انطانا نسبة 100 بـ100 اللي هي ضمن المواصفة، وانطانا 89 بالنسبة للمنخل أبو النص إنج، وانطانا الحد هسه ضمن المواصفة، لكن انطانا 67 بالنسبة للمنخل 3 على 8 اللي هو خارج حدود المواصفة اللي هي من 60 إلى 40. هنا اللي بعدها أيضا خارج حدود المواصفة 45، في حين احنا عندنا المواصفة أعلى شيء 40، وكذلك اللي بعدها 34 وأعلى شيء احنا عندنا 30 بالمواصفة، إلى أن وصلنا آخر شيء اللي هو صارت بالنسبة للفيلر 6، في حين المفروض أعلى شيء هو 5%. إذن اتخربطت لما ما تخلصت من الجزء الخشن، اتخربطت باقي النسب عندي، لازم أعيد ترتيبها. احنا قلنا أول خطوة نفصل اللي تخلص من الحجم الأوفر سايز، ثاني خطوة نبدأ نفصل. منين نبدأ نفصل؟ نبدأ نفصل من المنخل اللي طلعت بمشكلة، أول منخل وثاني منخل وثالث منخل كان ضمن المواصفة ما عندنا بإشكال، لكن منخل 3 على 8 هو اللي ظهرت به المشكلة، فنبدأ نفصل عنده اللي هو نسوي الكمية اللي من عنده واللي بعدها كلها 100% عابر. هذه هي الخطوة رقم 5، نحول منخل 3 إلى 8 إلى عابر 100%، وهكذا بنفس الآلية. هو كان 67 صار 100، هذه هي النسبة اللي نعدل بها باقي النسب، يعني نقول 100 على 67 في 45، و100 على 67 في 34، و100 على 64 في 11، و100 على 64 بالنسبة للمنخل رقم 200 اللي هو 6. لاحظوا النسب هنا، خلينا نشوف ايش قد هنا 100%، فبكيفي انا اخذ اللي بعده صار 67 51 33 16 و9. هذا هو الجزء اللي عابر 38، العفو 3 على 8 إنج. خلي نشوفه المتبقي، يعني اللي جوا من 3 على 8 واحنا واقل، احنا بدينا نبدي بعد ان فصلنا على المنخل رقم 3 على 8 إنج، نبدي نحسب النسب مالتنا اللي هي هو كان 67 تحول إلى 100، فإذا نضرب 100 على 67 بباقي النسب اللي هي 45 و34 و22 و11 و6، ونشوف إيش قد تطلع القيمة. القيمة طلعت 67 بـ51 بـ33 بـ16 بـ9. طبعا هذا الجزء هو نتعامل وياه ككدس، هو هسه كدس رقم أي، كأنما الجزء اللي احنا قلنا القيم اللي فوق اللي قبل 100 هن كلهن 100، فما عندنا مشكلة بيهن. هذا الجزء احنا من قسمنا عند المنخل 3 على 8 قسمنا سويناه كدسين، كدس بعد 3 على 8 وكدس اللي قبل 3 على 8. الجزء اللي قبل 3 على المنخل 3 على 8 إنج، شلون نستخرج قيمته؟ نستخرج قيمته باستخدام هذه الآلية. نفرض اللي هو يمثل بالكولوم رقم 6، نقول نسبة المتبقي اللي هي عبارة عن 5 ناقص 4، المتبقي هنا 100، هنا كان العابر 100%، وبالنسبة رقم 4 أيضا 100%، فالمتبقي هو 0. وكذلك بالنسبة العابر للمنخل أبو 3/4 كان 100%، واللي قبله أيضا كان 100، فصفر. ودائما نبدأ بالحد أدنى وحد أعلى، حد أدنى وحد أعلى. المنخل هنا اللي كان موجود هو 89 وصار 100، فمية ناقص 89 11، وأيضا هاي الحد الأدنى. الحد الأعلى نقول 100، واللي بعده هو 67، فراح يكون قيمة المتبقي 33. وهنا 100 الحد الأدنى لها 100 ناقص 67، فصارت 33، وهو الحد الأعلى إلى 100، يعني نبدأ بصفر وننتهي بـ100. هاي بالنسبة للمتبقي.
احنا ما يهمنا المتبقي، احنا اللي يهمنا هو العابر الباسنج. فبما ان هنا القيمة 100، العفو المتبقي 0، فاذا العابر 100 وهنا المتبقي 0 هو العابر 100، كحد نتوجه الى الحد الاعلى، وهنا العابر 33 فالمتبقي هو 67، المتبقي العفو 33 فالعابر هو 67، وهنا المتبقي 100، فبالتالي العابر هو 0 وما بعد الصفر هو كله 0. فصار عندنا كدس A وكدس B. هسه نخلطهم من جديد بنسب مختلفة في سبيل نستخرج النسبة اللي تنطبق مع المواصفة. طبعا هنا مثل ما لاحظت الطلاب ما استخرجنا منتصف المواصفة باعتبار هو كدس واحد، فأي قيمة تطلع هي ضمن المواصفة ما عندنا بها مشكلة. أول شي تبدون وتتوجهون دائما لل50%، أشوف أحسب 50 زائد 50 وأشوف إيش قد تطلع للأرقام. إذا طابقت أوكي، ما طابقت أبدي أتحرك أزيد وأقلل. نضاف حسب المعادلة هو 0.5 في 100 زائد 0.5 في 100 بالنسبة لكدس هذا A وهذا كدس B، فتطلع عندنا هذه الأرقام. لاحظوا 100 المواصفة 100 فما عندنا بها أي مشكلة، وهنا 100 والمواصفة نفس الشيء. هنا عندنا من 95 إلى 65 المواصفة، وهنا 83، وهنا من 60 إلى 50 فحققنا 50، من 60 إلى 40 فحققنا 50 عند المنخل 3 على 8 فأوكي. اللي بعده هو من 40 إلى 24 ف33 أيضا فتشي منتصف المواصفة، ومنخل رقم 10 هو منطينا حد من 20 من 30 إلى 20، هنا احنا 26، وهكذا بالنسبة لل40 ومنخل رقم 5 وأخيرا المنخل الحاكم اللي هو رقم 200 اللي هو منطينا من 5 إلى 3، هنا حققنا 4.5 وإن كان بالحد الأعلى لكن هو ضمن المواصفة فما عندنا أي مشكلة. إذا هذه النسبة هي حققت، وهي تعتبر أفضل نسبة، يعني لأن 50 في 50 بسهولة يعني عملية الخلط مالتها تتم. قلنا في حالة إن المواد، لو نفرض إن كل المواد اتطابقت، هذه إحنا اللي هو خلينا نقول كولوم رقم 3، أنت اشتغلت وطابقت كل المواد، او هو يجي كدس ومطابق كل المواصفات باستثناء منخل رقم 200، منخل رقم 200 الى خصوصية، ما ممكن انا اضيف او اقسم او اعزل على مود منخل رقم 200. منخل رقم 200 اللي عابر من عنده يعني مادة دست اللي هو غبارية، يعني اللي هو فيلر. فاذا كان عندكم نقص بالفيلر ماكو حل غير انكم تضيفون مادة الفيلر، وباعتبار هو عابر رقم 200 فالقيم اللي قبلها هي كلها 200، يعني هنا راح تنضاف مادة. هذه هي الملاحظة المهمة اللي تخلوها ببالكم، واللي أنا ذاكرتها يعني بالجزء العلوي. وتبدون تاخذون النسب، هنا أنا هو منطيني 1 فايش قد اخذ 95 بـ5، يعني هم انتبه هنا أنا ما احتاجين غير 97 زائد 3% في سبيل أنا أحقق منتصف المواصفة. وأي قيمة ثانية تطلعوها هي مو خطأ، لكن هي هاي الملاحظة ما ممكن. لاحظوا بالسيف بالمنخل رقم 200 ما ممكن نعالجه نهائيا، لأن هو قيمته 1، يعني شرد أعطي قيمة غير أني أضيف له كدس حتى أعالج الحالة هذه. هذه ملاحظة تخلوها ببالكم، سواء كان عندكم كدس هو كله مطابق او الطابق عندكم بحركة بسيطة باستثناء الفيلر، او اصلا انتم جمعتوا، يعني خلينا نقول المثال السابق جمعنا وقسمنا لكن عندنا مشكلة بالفيلر، فهاي الطريقة اللي نحل بها الفيلر بان نضيف مادة الفيلر. هذا العمود الرابع هو اضافة مادة الفيلر. لهنا خلصنا مادة الاجريجيت. الموضوع الثاني بالنسبة للخلطة الخرسانية الإسفلتية.